يلا رامي رد على حنين. حنين. هو ايه الاسم استغربها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا حنين، عاملة ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. ازيك يا زودي؟ ازيك يا رنا؟ ازيك يا ميرو؟ ازيك يا سعيد؟ ازيك يا عم محمود؟ ازيك يا حنين، عاملة ايه؟ ده حنين. يا حنين، حنين سايب بالونة. هي العيلة دي ما بتخلصش. حنين ايه ده؟ مكاتبينك حنين السعودية ومكبرين الموضوع خالص. حنين؟ حنين؟ هي أول ما قالت يا سعيد أختي. عاملة إيه، كويسة؟ الحمد لله كويسة. يا رب دايماً. إيه دي؟ الحمد لله، الحمد لله جت سليم. الحمد لله جت سليم. بركاتك يا حنين. لا ده بركات سيد. يا حنين. بركات سيد. بركات سيد يا حنين. الحمد لله ان احنا قربنا على النهايه. الحمد لله، عشان لما الديكور كله يخلص نبقى احنا فاهمين. الديكور بيتهد علينا يا حنين. ان الدنيا تمام. ورينا يا استاذ محمود، ورينا. يا لا 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 لا، خلاص 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 يا جماعه، صدقوني فاتكم كنوسة من كواليس البرنامج. ازيك يا حنين، عاملة ايه، كويسة؟ منورة سيد يا رياض، منور دغدغة الديكور علينا. يلا يا حنين خليه عندك، مش عارف. انا كان نفسي اختاركم كلكم. لا خده عندك. لا خليه عندي، مش عايز اقعد. خد ده بقى، اسمعوها بس عشان بتتكلم. قولي يا حنين عايزة ايه يا حنين، بقينا على الارض بسبب سيد بالون. واموري يا حنين، شفتي سيد جابنا الارض، جاب عربيه طلبه وجابنا كلنا دلوقتي. كل سنه وانت طيبه يا حنين. نعم وحضرتك طيب، وانت بالصحه والسلامه وعيد سعيد عليكي، ورمضان كريم خلاص بيخلص اهو. انت مع فريق رابح ولا فايز؟ سعيد اخوكي. انا بصراحه كان نفسي اختاركم كلكم، انا بحبكم كلكم، بس انا اختارت اخوها سعيد طبعا. اصيله يا بنت سيد، اصيله. حنين يا حبيبتي، انتوا معايا ولا ايه ايامكم؟ وحنين حنين 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 وحنين حنين 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 وحنين حنين 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 حنين. يلا اسئله، ادوها كل النقط. يلا اسئله السرعه، عشان ما تنفجرش. لا اسئله السرعه. اسالها انت يا عم هاجر، انا هسالها. انا هسالها يا عم. يلا اسئله صعبه يا حنين. اتنين واتنين. لا لا اسالها بجد، اسالها بجد. يعني ماشي هسالها، ايه اللقب اللي بنقوله لابوكي سيد؟ هل هو بالونه ولا زيتونه ولا ليمونه؟ بالونه. بس خلاص 60 ثانيه. لا بالسواري كلها دول فيها اسلام. والله ما قصرت. والله ما قصرت. بس يلا يا حنين نروح على السؤال. يلا بينا. انا مش ما جابش الريسيفرات، هو انت ناسي. والسؤال بيقول: ما اسم المادة التي تعطي النبات لونه الأخضر؟ الكلوروفيل. اي على طول. على طول. على طول. الكلورو أسد، الكلورو نمر، الكلورو زرافة. لا هي اختارت الكلوروفيل. وهي الإجابة إجابة صحيحة. وحنين حنين 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 وحنين حنين 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 وحنين حنين 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 وحنين حنين 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 خلتنا كسبانين. حنين 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 خلاص بابا. نعم حنين اختارت مين؟ ايه ده؟ لا صحيك انا كمان اسبوع. ايه ده؟ معلش معلش، العيال اتصدمت بعد الوقعة. يا جماعة أنا عايز أقول لكم انكم فاتكم واحده من احلى لقطات البرنامج وكلوسة من الكواليس اللي هنقولها لكم حصريا. استاذه مريم السلطانيه تقلت دماغها وقعت بالكرسي، وقعت وهي قاعده والكرسي اتكسر. خدوا استاذ فايز اهو قاعد على الارض. الحمد لله يا مضحي يا ابني، اتفضل. تعاون التعاون. بس انت مكانك كده قلق على شخصيتك. طبعا يا عم، كل ما نبقى قريبين من الناس ده ما يعني فايز. الكوتش ده جديد؟
جديد الكوتش ده. اه حلو.